تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تصدر قائمة الإصابات بفيروس كورونا، فبحسب جامعة جونز هوبكنز فإن حصيلة المصابين تصل إلى أكثر من 200 ألف إصابة جديدة في يوم واحد. هذه الحصيلة المرتفعة جزء منها يرجع إلى تأخر جمع البيانات خلال العطلة الأسبوعية. ويذكر أن شركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر كانت قد قالت إن لقاحها التجريبي فعال بأكثر من 90%، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء. وفي بريطانيا أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح مضاد للفيروس اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل، ووصف هانكوك التطور بأنه واعد، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا اللقاح هو الذي سيوزع الشهر المقبل. أما في تركيا فرضت السلطات في العاصمة أنقرة حظر تجول بشكل جزئي على المواطنين ممن في سن 65 وما فوق في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، واستثنى القرار فئات محددة مثل الأطباء والموظفين والعاملين والحرفيين والتجار والمزارعين والصناعيين شريطة حمل وثيقة تثبت عملهم كبطاقات عضوية الغرف والاتحادات المهنية أو وثيقة السجل الضريبي أو الضمان الاجتماعي.